مشيت للتدريب، خدمت مع جميل قاسم مع الوحدة، حققت صعود ثم صحيح الحديث السعودي، أيضا صحيح خدمت كمدرب أول في الكوكب السعودي، أيضا مساعد سفيان الحدوسي في السي بي. ما عادش عندي برشا وقت، حنحكي على التجربة الأخيرة نعتبرها الأهم، تجربة اتحاد بنجردين. موسم كنا حكينا عليه شوية قبيليك، اش قول لك كمان في الاتهامات دي ما ترافق اتحاد بنجردين؟ طبيعي جدا، تبدا تلقى فريق ناجح، تلقى فريق يقدم في نتائج ايجابيه، وتلقى فريق في المركز الثالث، عادي جدا يعني باش تلقى كلام عليه، ولا عادي جدا باش تلقى ناس تحب تعمل له مشاكل. لكن الحاجه باهيه في الاتحاد بنقردان اللي المسؤولين نتاعهم ما يطيحوش في القيل والقال والكلام ورد الفعل. لا بالعكس، عبيد رزان، عبيد تعرف شنو قاعده تعمل، عبيد تعرف شنو قاعده تخدم. شفنا فيديو من عبد السلام السعداني قال جبت انا الماتش بن قردين بفضل علاقاتي مع المسؤولين بتاع بن قردين. مش كان ماتش، حكى على 3 ماتشات من بينهم ماتش بن قردين بدون تعليق. شنو سبب الهزيمه ماتش مقابل السيابي؟ اخي ما عنديش حق سيابي تربح بن قردين. اسال فيك راني جاوبتك انا، اخي ما عندي، اخي ما عنديش حق سيابي. وقتها كانت عندها اونفي اكثر في المباراه هذيك، وكان ملعبيتها حشدهم بالماتش، حشدهم بالماتش يعني تحس حتى فوق الميدان الملاعبيه. حتى انتم حاشكم بالماتش، عندكم كاف في رهان، كنت نجموا تحسبوها رهان مش كيما صحيح صحيح. فما كان فما رهان بين زوج فرق، كان فما رهان بين زوج فرق، لكن فما فرق بين رهان ما بين مركز الثالث ومركز الرابع، وفما فرق بين رهان فريق يمشي ينزل درجه ثانيه. دونك لقينا الملاعبيه تاع بنزرت اكثر موتيفي في المباراه، وقدموا مباراه كبيره ويستحقوا الانتصار نتاعهم. ما حبيت تجاوبني على حتى شيء، حصه كامله تقريبا كامل جاوبني على هذيك. قل لي ماتش سليمان بن قردين وسليمان، شنو صار في الميتون بعد البينالتي نتاع سيف الدين الجربي؟ شنو صار؟ اسال فيك انت، كان عندك معلومه قل لي. عندي انا معلومه، حضرتك كنت تقولها. شنو اللي صار؟ شنو كيفاش صار؟ اسال فيك انت شنو صار؟ كان عندك معلومه؟ ما تحب عندي انا معلومه، كنت تحب تحكي انت سينو مش لازم. ليه كان عندك معلومه؟ انا ما عندي حتى معلومه بالنسبه لي. صاروا بعض المشاكل مع بعض الملاعبين وقتها. انا في الميتون شنو صار؟ ما صار حتى شيء، دخلت على ايش عادي؟ دخلت البستير نتاعي عادي، تكلمت مع ملاعبيتي، خرجت انتهى. لا افترضت حاجه اخرى ما تحبش تحكيها. ليه مش مصالح شيء، انا مسؤول الاولاني، انا المسؤول الفني الاولاني في الفريق هذيك. شنو الاشياء اللي صارت؟ تنجم تصير حاجات هكا صغيره ولا حاجه، لكن الاشياء شنو مصالح شنو ريان دو غراف، فما حد شيء. مش خلينا كملنا ودخلنا دوزيام ميتون وعدينا مقابله كبيره، ما حد شيء. باهي كمان لازم نشوفوا نهار نشوفوك مدرب الكلوب والليتوال. انا مدرب محترف، تنجم تشوفني في اي فريق. دونك المدرب هذا اللي يخصص روحه يعني في الفريق الفلاني، ولا يعمل برنامج، ولا يعمل شو يقول مراني كان الفريق هذا ولا الفريق هذا، مش مدرب بالنسبه لي انا. اي فريق نجم يكون مدرب نتاعو. اخر سؤال، سمعت اكيد تصريح ايمن عبد النور، عمل بوليميك البريود الاخرى، قال نشجع الاهلي في الترجي، شنو رايك؟ العادي من العادي، معناها انت مثلا عارف فما شكون يقول لك عادي موجود في العالم الكل، انت مكشخ ما تحبش يتوال تربح البرا، هو الساحلي ما يحبش الاسبيرونس تربح البرا، انت شنو رايك؟ لازمك تفهم وراك كي قال الكلام هذاك. اش معناه؟ لازمك تفهم شنو مسكين عاش سنوات اللي كان موجود فيها هو في تونس، كانت امنيته الوحيده يفوز على الترجي. تعرف هك الجمله يقول لك ما تجادلش الاحمق. هكاك انا من عند ما عندي حتى ريبونس. تشجع الايطوال برا انت؟ بالطبيعه اي فريق تونسي يلعب ضد اي فريق برا نشجع الفرق التونسيه. يا اخي نحن توانسه، يا اخي معقول تشجع فريق اجنبي على فريق تونسي؟ شو يعني شوف وين وصلنا. الكره والبغض. كمال. لا هو في العالم الكل موجود. موجود. اللي يحب الريال ما يحبش برشلونه تربح. يا رسول الله، تونس فريق تونسي يلعب دومي فينال تشامبيونز ليج. حتى فريق اسباني يلعب. دومي فينال تشامبيونز ليج، تقول لي نشجع الفريق المصري على الفريق التونسي؟ باش تعرف انت نحن وين وصلنا، المونتاليتي نتاعنا. بعديك انا باش نلوم ملاعبي ولا كان موجود في المنتخب، بعديك ما نلومش انا الانسان اللي يخرج في بعض مباراه يكسر ويضرب وتولي جهويات، بالطبيعه ما لهمش. هذا واحد من النخبه اللي يعتبر بين قوسين نخبه. يقول الكلام هذا مش معقول، عيب. 2021 باقي نحكي لا نحب فريق الاخر، ما نحبش اسبيرونس. يا اخوي اسبيرونس اكد لك باش تربح ماتش الاهلي ان شاء الله، باش تربح ماتش الاهلي ان شاء الله، على خاطر تربينا على ثقافه الانتصارات. وليه الاسبيرونس تحب ماتشات كبار؟
تحب ماتشات الكبار اي مالوريزمون برشا عباد ما يعرفوا ما يعرفوش القيمه هذيك. باهي نبدلوا شويه الجو. عندنا دو ريبريك باش نكملوا بهم الحصه نتاعنا. البدايه ريبريك الاولى في الحصه نتاعنا اللي هي لو كويت مجموعه من الاسئله كمال جاوبنا ما غير متخمم برشا.